FM. الكلمة ليك. الحوكمة هي التوزيع العادل للسلطة، معناتها في صلب المؤسسة، هي معناتها مسألة تنظيم، كيفاش تنظم روحك في المؤسسة متاعك، كيفاش يكون عندك سلطة وسلطة مضادة، وكيفاش السلطة المضادة هذيك تنجم تحسن مسار السلطة وما تخليش السلطة تخرج على المسار متاعها وعلى السكة متاعها. في نفس الوقت الحوكمة تجلب الثقة من الداخل ومن الخارج كما قال سي يوسف، وتعطي معناتها صورة إيجابية للمؤسسة. والمؤسسة اليوم في حاجة ماسة إلى التمويل. اليوم طبعا نشوف المؤسسات الاقتصادية التونسية، نحن عندنا مؤسسات راهو بارعة وعندها كما يقولوا تقنيات وعندها كفاءات ومهارات، لكن ينقصها التمويل. التمويل باش يجيك لازمك تعطي حوكمة رشيدة في المقابل، بشكل ممول هذاك يبدا مطمئن الفلوس اللي يعطيها لك فين ماشيه بالضبط. والممول اليوم يبدا يكزيج يفرض هو موجود في مجلس اداره ويفرض معايير حوكمه، وما يصير معناتها حاجه تمس الصحه الماليه ولا حياه هذيك الحياه ولا المنتهى نتاع المؤسسه، فهمتني؟ الا ما هو يشاوروه ويشوف فما برشا دي غارد فو، اذا هما اللي باش يضمنونا. فوالا عش قلت لك هي مش عندك شيء عندي ولا ان سامبل هكا ان سامبل اديزيون وي سي ان كادر جينيرال وي ايتار فوالا حكايه ثقافه سي ان ايتا ديسبري سي ان يفو ثقافه وممارسه فو كومبرونت. وانا نقول اودولا مش معناتها واحد هو قلبه به وفهم وكل شيء، لا، حتى يبدا اللي تحب انت لو بلو فوريان دي فوريان، مصلحته هي الحوكمه باسكو يفون ان برودوي فازوت ان برودوي اذا يحب يدوم. الكلمة ليك.